أحييكم مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة أينما كنتم وأينما تواجدتم في هذا اللقاء الجديد من برنامج ملف اليوم. تصاعدت الهجمة الاستيطانية الاستعمارية واعتداءات المستوطنين بحق أبناء شعبنا. آخر فصول الجرائم تمثلت إحراق مركبات المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم، تحديدا في بلدة إم صفا وسنجل وترمس عية، علاوة على قرى جنوب نابلس. هذه الهجمة التي تقوم بها عصابات التطرف والمستوطنين في أراضينا المحتلة تأتي بغطاء من الحكومة الإسرائيلية ومن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على أرضنا الفلسطينية. وأيضا من ضمن هذه الاعتداءات وهذه الجرائم مصادرة الأراضي، بل آلاف الدنومات تم مصادرتها تحت غطاء جيش الاحتلال ومن خلال إرهاب المواطنين. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نركز على آخر المستجدات المتعلقة باعتداءات قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال على أراضينا الفلسطينية، وعن آليات التصدي لهذه القطعان التي تعيث في الأرض فسادا. ولكن قبل أن نبدأ بالحوار نتوقف عند آخر المستجدات الميدانية معي خليل أبو عرب من نابلس، حيث قطعان المستوطنين قبل لحظات قامت بالاعتداء على المواطنين في بلدة حوارة. خليل مساء الخير، وآخر مستجدات هذا العدوان الذي قام به المستوطنون في حوارة. المستوطنين مستمرة ومتواصلة ومتلاحقة على مدار الساعة، حيث لا تمر الساعة إلا وهناك اعتداء جديد على المواطنين وممتلكاتهم في العديد من قرى المحافظة، لا سيما في المنطقة الجنوبية التي شهدت قبل قليل إقدام عشرات المستوطنين على مهاجمة المواطنين ومنازلهم ومحالهم في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، حيث عاثوا فسادا في الأرض، وكانت هناك قوات احتلال تتفرج على هؤلاء المستوطنين وتقوم بحمايتهم، حيث قام الأهالي بمحاولة الدفاع عن ممتلكاتهم رغم إجراءات الاحتلال التي قامت من خلالها بعملية ملاحقة للمواطنين الذين تصدوا لهؤلاء القطعان الذين انتشروا بكثافة عند محيط ميدان سلمان الفارسي القريب من بلدة بورين، وكذلك الحال في محيط بلدتي حوارة وعينبوس وعند مفترق بلدة بيتا جنوبي المدينة وصولا إلى مفترق زعترة. هذه الاعتداءات تصاعدت وتيرتها هذا اليوم مع ازدياد الهجمة الشرسة التي شهدتها المنطقة الجنوبية الشرقية من المحافظة، خاصة في محيط قرى وبلدات قصرة جالود قريوت وصولا إلى قريتي مجدل بني فاضل ودوما التي تشهد هذه المناطق والقرى عمليات ملاحقة للمزارعين أثناء تواجدهم في محيط أراضيهم، عدا عن قيام المستوطنين بعمليات إحراق مساحات شاسعة من أراضي المواطنين كما حدث بالأمس في بلدة بورين، والتعرض لممتلكات المواطنين ومحاولة اقتحام بعض المنازل، إلا أن الأهالي تصدوا ببسالة لهذه الاعتداءات التي تأتي تحت حماية حكومة الاحتلال. هنا في المنطقة الشمالية الغربية في مناطق دير شرف سباستيا وصولا إلى بلدة بورقة، هناك اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث من خلفي تبدو مستوطنة شافي شمرون، هذه المستوطنة التي تمتد الآن على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، وتم مؤخرا البدء بعملية وضع منازل جديدة في هذه المستوطنة من أجل الاستيلاء على أراضي المواطنين. بلدة سباستيا الآن تعاني الكثير من اعتداءات المستوطنين، لا سيما وأن هناك قرار من الحكومة الاحتلالية بمصادرة المناطق الأثرية، ولا سيما في بلدة سباستيا التي تعد كنزا أثريا كبيرا. لنتابع هذا الموضوع باستضاح أكثر مع السيد محمد عازم رئيس بلدية سباستيا ومنسق القوى هنا في المحافظة. كيف تنظر السيد محمد إلى ما يجري من حجم هذه الاعتداءات التي بدأت تسيطر على المناطق في المنطقة الشمالية الغربية وكذلك في جنوب نابلس؟ نعم، مساء الخير أستاذ خليل، مساء الخير لكافة المشاهدين والمستمعين. وتيرة الاعتداءات تتصاعد بشكل كبير جدا في كل حدود محافظة نابلس من الشمال إلى الجنوب، وهذه الاعتداءات طبعا تأتي في ظل دعم تمارسه هذه حكومة تل أبيب وتعطي الضوء الأخضر لهذه العصابات الاستيطانية التي
هيئت لها كل الظروف للعدوان والدمار والتخريب والقتل في ظل الصمت الدولي والعالمي أمام هذه الجرائم التي تقوم بها هذه العصابات الاستيطانية. هذه العصابات هي جزء من الحكومة الاحتلالية وهي جزء من منظومة الحكم في تل أبيب، وهي التي تعطي الضوء الأخضر والدعم المادي والأمني لهذه العصابات لممارسة عدوانها على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. نعم، كما تحدثت من قرية دير شرف مرورا بالناقورة وصباصيا وبالزارية وبرقة حتى سيلة الظهر، هذه المناطق اليوم تشهد اعتداءات كبيرة جدا واعتداءات منظمة، وهذه الاعتداءات بحماية منظمة أيضا من جيش الاحتلال. وأكبر دليل على أن الجيش الاحتلال هو من يؤمن لهذه العصابات الحماية، عندما يتدخل المواطن للدفاع عن نفسه يقوم جيش الاحتلال باعتقال المواطن وترك هذه العصابات والسماح لها بالاستمرار بجرائمها، كما حدث قبل يومين في بلدة صباصيا عندما حاولت العصابات الاستيطانية المدججة بالأسلحة من الوصول إلى بيت بهائم خيمر وفادم خيمر في على أطراف بلدة صباصيا وإحراق هذه البيوت والاعتداء على ساكنيها من النساء والأطفال. لولا قدرة الله وصمود أهالي البلدة في الدفاع عن هذا البيت لكان هناك حدث كبير في هذا العدوان الذي مارسته العصابات، وبكل يوم تتكرر هذه المشاهد في منطقة شمال غرب نابلس. أخي محمد، الآن خطورة القرار الإسرائيلي الآن فيما يتعلق بوضع اليد ومصادرة المناطق الأثرية ولا سيما صباصيا وهي إرث حضاري منذ آلاف السنين، كيف تنظرون إلى خطورة هذا القرار إذا ما طبق على أرض الواقع؟ قرار حكومة الاحتلال بالسيطرة على المناطق الأثرية وسلم الأهداف لدى دولة الاحتلال ولدى وزراء دولة الاحتلال هي صباصيا. في كل جلسة حكومية لدى حكومة تل أبيب يطرح موضوع صباصيا والمواقع الأثرية في بلدة صباصيا وكيفية السيطرة على هذه المواقع الأثرية. وبالفعل حكومة الاحتلال رصدت حوالي 45 مليون شيكل في آخر جلسة لحكومة الاحتلال، تم رفع المبلغ من 32 إلى 45 مليون شيكل، وهذه الأموال ستضخ في المواقع الأثرية في بلدة صباصيا لتهويدها وسرقها ووضع اليد بشكل كامل عليها. طبعا هذا المشروع هو مشروع خطير جدا، هذا مشروع سرقة الأرض وسرقة الموروث الثقافي والحضاري الذي يمتد أكثر من 3000 عام ما قبل الميلاد. هذا هي المواقع الأثرية، هي مواقع فلسطينية كنعانية، وكل الأبحاث والدراسات والحفريات التي تمت على مدار مئات السنين تثبت كنعانية الأرض وفلسطينيتها. الآن نشهد أن هناك عمليات ملاحقة من قبل جنود الاحتلال وكذلك المستوطنين على نقاط التماس خاصة في المنطقة القريبة منكم هنا في محيط أراضي دير شرف وكذلك عند حاجز طنيب وصول إلى حاجز سرة ومن ثم إلى مفترق سلمان الفارسي عند حوارة. هذه الاعتداءات كيف يمكن تعزيز المقاومة الشعبية من خلال دور المواطنين لمقاومة هذا العدوان؟ بكل تأكيد أصبح المواطن الفلسطيني لا حيلة له سوى الصمود والمقاومة الشعبية وتعزيز المقاومة الشعبية، وعلى كل المواقع التي تقع في حدود المستوطنات من شمال غرب نابلس إلى جنوب نابلس وشرق نابلس العمل وبشكل فوري بشكل عاجل على تشكيل لجان حماية ليست فقط مقصورة على عدد معين، وإنما توسيع هذه اللجان لتشمل كل أبناء البلدان والقرى التي تعرض لهذا العدوان، لأن القادم علينا أسوأ والاعتداءات والمخططات التي تخطط لها هذه العصابات الاستيطانية كبيرة جدا. إذا ما تكتفنا وإذا ما توحدنا ستتمكن من هذه العصابات الإجرامية. ونناشد أبناء شعبنا العظيم بكل مكان، عليكم بالوحدة، الوحدة هي السبيل الوحيد للخلاص من هذا الاحتلال، ووحدتنا نستطيع أن نردع هذه العصابات من أن تتمكن من أطفالنا ونسائنا. أخيرا، الآن المناطق الأثرية في صباصيا وكذلك عودة الاحتلال لإعادة تموضع المستوطنين في مستوطنة حومش المخلاة منذ أكثر من 15 عاما، الجديد الآن على هذه الأرض بعد محاولتهم إقامة المزيد من البيوت الاستيطانية هناك. نعم، لا يمكن فصل ما يحدث في صباصيا أو ما يحدث في أراضي دير شرف أو الناقورة عما يحدث في أراضي القبيبات في برقة. بكل تأكيد كل ما يحدث هو حلقة متكاملة وسلسلة من الحلقات التي مرتبطة جميعها في بعضها. منطقة المسعودية مهددة، أراضي القبيبات، أراضي برقة مهددة، أراضي الناقورة مهددة، في قبل حوالي أسبوع منطقة الشيخ شعلي والتي تقع ضمن المناطق التي صنفت كمناطق ألف وباء أيضا تم الاعتداء عليها دخول إليها بمئات من العصابات الاستيطانية وبحماية جيش الاحتلال. أي أن الاحتلال يعمل على السيطرة على أكبر مساحات ممكنة ويسابق الزمن، وهذه الحكومة تسابق الزمن، ومكونات هذه الحكومة تعتبر بأن وجودها بهذه الحكومة هي مكسب لسرقة أكبر مساحات ممكنة من الأرض. الموروث الثقافي صباصيا اليوم مهدد وبشكل كبير جدا، كما هي مهددة أراضي برقة ودير شرف والناقورة. وكما تحدثنا بوحدتنا نستطيع أن نكسر هذا الصمت الذي
الذي فرضه العالم علينا، ونستطيع أن نحمي أنفسنا من هذا الغول الاستيطاني الذي تكرس حكومة تل أبيب له كل الإمكانيات الأمنية والمادية. شكرا لك السيد محمد عازم رئيس بلدية سباستيا. الملاحظة هنا في المناطق الجنوبية وكذلك الشمالية الغربية أن المستوطنين يعمدون إلى عرقلة الدخول وخروج المواطنين إلى قراهم وبلداتهم عبر قيام هؤلاء المستوطنين بالقيام بعمليات رشق المركبات الفلسطينية بالحجارة، مما أدى إلى إصابة أكثر من 40 مواطن خلال هذا الأسبوع وتحطم أكثر من 60 مركبة فلسطينية على طول الطريق الرئيسي الواصل ما بين محافظتين نابلس ورام الله، على طول الطريق الرئيسي الممتد ما بين قرى وبلدات حوارة بيتا وصولا إلى بلدتي الساوية واللبن، وكذلك الحال في المنطقة الجنوبية الغربية من المحافظة عند مفترق بلدة سرة التي تصل ما بين محيط محافظتي نابلس وقلقيلية. إذن هناك هجمة مستعرة من قبل الاستيطان نعم في هذه الأيام من أجل تعزيز التواجد الاستيطاني على الأرض ومصادرة آلاف الدنومات الزراعية. شكرا جزيلا لك خليل أبو عرب، والشكر موصول لضيفك من نابلس التي توجه منها إلى بيت لحم مع الزميل علاء العبد. علاء مساء الخير، لو تجمل لنا آخر المستجدات وتفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت محافظة بيت لحم هذا اليوم، علاوة على اعتداءات وجرائم قطعان المستوطنين. علاء، يعني بداية مساء الخير لك زميلي عايد ولضيوفك الكرام ولكل السادة المشاهدين والمتابعين الذين يتابعوننا في هذه الأثناء. حقيقة نحن نتواجد وإياكم في هذه الأثناء في المنطقة الحدود الشمالية مع القدس المحتلة لمدينة بيت لحم، وتحديدا هنا من خلفي مستوطنة جبل أبو غنيم المقام على أراضي مواطني بيت لحم وبيت صحور. هذه المستوطنة المقام على أراضي المواطنين منعت التواصل الجغرافي مع بلدات صور باهر والسواحل الشرقية في القدس المحتلة وصولا إلى البوابة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة. حقيقة التوسع والتوغل الاستيطاني هنا في بيت لحم لا يختلف كثيرا عن باقي المحافظات، ولكن هنا وهذه المستوطنة تحديدا التي تتواجد خلفي تحاول قتل بيت لحم كعاصمة دينية مسيحية سياحية من الدرجة الأولى، توجد فيها الفنادق والمتاجر السياحية. في هذه المستوطنة حقيقة يسعى الاحتلال إلى إقامة عديد من الفنادق في هذه المستوطنة وسرقة الكنز والسياحي للحجيج المسيحي الذين يتوافدون هنا بالآلاف إلى محافظة مدينة بيت لحم ومهد المسيح عليه الصلاة والسلام. أيضا إذا ما تحدثنا عن الاستيطان نتحدث عن خطة ليست بالعشوائية لهذا الاحتلال الطارئ من كافة الحدود لمحافظة بيت لحم، حيث قطع الاحتلال التواصل الجغرافي مع الجزء الشمالي. ألاف الدنومات صودرت هنا في الجزء الشمالي لمدينة بيت لحم وأيضا في الريف الغربي والجنوبي والشرقي، وهنالك أوجه عديدة التوغل الاستيطاني منها الشوارع الاستيطانية التي تمنع التواصل الجغرافي مع الريف الغربي والجنوبي والشرقي بشكل تام. هنالك شوارع استيطانية تقام وهنالك أيضا على تلال الجبال تقام مستوطنات عشوائية، ومن ثم يتم تشريع هذه المستوطنات لكي تتواصل مع بعضها البعض تحديدا فيما يسمى بالمشروع القدس الكبرى. هذه المستوطنات ليست عبثية وتواجدها ليس عبثي. في الجزء الجنوبي لبيت لحم المستوطنات وصلت إلى حدود بلدة غرطاس وبلدة الخضر وأصبحت على مسافة قريبة من منازل المواطنين. التوغل حقيقة كبير والسرطان الاستيطاني يتوغل وينهش الأرض الفلسطينية، إلى ذلك يعقد من حياة المواطنين هنا في بيت لحم وفي باقي المحافظات. المحافظات كما قلنا ليست بالعشوائية، تبنى بطريقة مدروسة لكي تقطع الأوصال بدرجة الأولى، تسرق باقي الأراضي بدرجة ثانية، وأيضا تحاول سرقة ثروة المياه على سبيل المثال. منطقة جوتش عتسيون كما نعلم ويعلم الجميع تتواجد على منطقة أبار ارتوازية كبيرة جدا، وسرقوا تلال الجبال وسرقوا أيضا هذه المياه الجوفية
والمواطن الفلسطيني في المناطق يدفع الثمن، تسرق المياه منه، وحصة المستوطن في المياه تعادل أكثر من 15 و16 ضعف ما يحصل عليه المواطن الفلسطيني. إلى ذلك أيضا يستخدمون المياه العادمة كما حدث في بلدة نحلين قبل عدة أيام لمحاولة تخريب زراعة المواطنين المدنيين العزل الذين يعني يبذلون جهدا كبيرا من أجل الحفاظ على أرضهم. إذا ما تركت هذه الأراضي تقوم حكومة الاحتلال بتحويلها إلى أراضي بور، وبحكم ما يسمى بالقانون العثماني التي تحاول إسرائيل اتباعه من أجل سرقة الأراضي، تضع اليد على كل أرض لا يتم زراعتها أو فلاحتها. حقيقة المواطن يبذل الجهد الكبير بدعم من الحكومة وبدعم من كل الجهات التي تعنى بالإنسان وحقوقه، إلا أن التوغل الاستيطاني حقيقة مع هذه الحكومة وما قبلها، كل الحكومات الإسرائيلية تشرع الاستيطان بطرق مختلفة، ولكن هذه الحكومة تمارس إرهاب الاستيطان بشكل يومي وممنهج ومدروس. وحقيقة بالمقابل المواطن المدني الفلسطيني الذي يعيش في المناطق الفلسطينية يدفع ثمن هذا التوغل الاستيطاني، حيث لا توجد قطع أراضي خارج حدود المناطق المراكز المدن، وإذا ما بنى المواطن منزلا في المناطق المصنفة بجيم وفقا للتصنيف الاحتلالي تقوم قوة الاحتلال بهدم هذه المنازل. الشقق هنا حقيقة أسعارها خيالية، وكما قلنا وتحدثنا المستوطن يسرق الأرض وينهبها ويضيق الخناق على المواطنين، الهدف هو سرقة الأرض، ولكن الصمود عنوان الكل الفلسطيني هنا في بيت لحم وفي كل المحافظات. شكرا جزيلا لك علاء العابد مراسلنا من بيت لحم، وبالتأكيد الصمود هو سيد الموقف في كل أراضينا الفلسطينية. أنتقل من بيت لحم إلى بلدة أو إلى قرية إمصفة في محافظة رام الله مع الزميل أسيد الصبيح. أسيد مساء الخير، لو تجمل لنا اعتداءات قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال على البلدة وعلى أهلها، خاصة مع إقرار يعني التعويضات من قبل مجلس الوزراء وتعويض كل من تعرض للاعتداء تقريبا من قبل الاحتلال وقطعان المستوطنين. طيب، يبدو أن هناك خللا فنيا يحول دون التواصل مع أسيد الصبيح الذي سنعود له بعد قليل. الآن أتحول إلى طول كرم معي من هناك السيد مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أخي مؤيد مساء الخير. مساء الخير. هذه الإجراءات العنصرية الاستعمارية التي يقدم عليها المستوطنون في كافة أراضينا وتحديدا في شمال الضفة الغربية، وهذا التصاعد في وتيرة هذه الجرائم من خلال حرق مركبات المواطنين، مصادرة أراضيهم، كل ذلك بغطاء سياسي من قبل حكومة الاحتلال وتحت حماية قوات الاحتلال، وربما هو تنفيذ فعلي لخطة سموتريتش، أليس كذلك؟ نعم، صحيح، ما يجري على الأرض ليس فقط في شمال الضفة الغربية لكن في كل المناطق المصنفة حسب تصنيف قوات هذا الاحتلال أنها مناطق جيم، سواء كان ذلك في جنوب الضفة الغربية من مسافر يطا حتى الأغوار الشمالية. نعم، هناك تصاعد ملحوظ، تصاعد بأعلى وتيري للسيطرة على الأرض الفلسطينية، تصاعد أيضا بحجم الاعتداء من هؤلاء المستوطنين. نعم، هذه الحكومة هي ليست فقط تغض النظر عن هذا الموضوع بل تسهل كل الأمور وتتبادل الأدوار مع هذه العصابات وهذه الميليشيات المسلحة للمستوطنين، ما لا يستطيع قانون ما تدعى الإدارة المدنية تنفيذه أو القانون العسكري الذي يصدره جيش هذا الاحتلال، يستطيع هؤلاء المستوطنين وتلك الميليشيا من
المستوطنين السيطرة عليه بتبادل حقيقي للأدوار للسيطرة على المزيد من الأراضي تحت مبررات جمة. أولا يعني تعدد البؤر الاستيطانية هناك منذ بداية العام أكثر من 13 بؤرة استيطانية جديدة، بؤرة رعوية منتشرة في كل أنحاء الضفة الغربية. هدف هذه البؤر معروف، هناك أكثر من 89 بؤرة منتشرة في كل أنحاء الضفة الغربية، يعني سيطرت على أكثر من 300,000 كيلومتر من مساحة الضفة الغربية. بالإضافة أن هذه البؤر هي لتكريس المعازل والكنتونات لقرانا ومخيماتنا ومدننا الفلسطينية، تحديدا في المناطق المصنفة مناطق سي. بالإضافة إلى أن هذه البؤر هي تربط هذه المستوطنات بعضها ببعض وتصبح مع مرور الوقت هي شرعية، أقيمت بطريقة العربدي، بطريقة استخدام السلاح ومشاركة وحماية جيش هذا الاحتلال لإقامة هذه البؤر، لكن في النهاية تصبح أمر واقع على الأرض الفلسطينية. نحن أخي عايد لسنا بحاجة إلى تشخيص الواقع، تشخيص الواقع أنا أعتقد جازما أن الكل الفلسطيني يعي جيدا ما يجري على الأرض من انتهاكات حقيقية. هناك فقط في النصف الأول من هذا العام أكثر من 1148 اعتداء من المستوطنين، ناهيك عن اعتداءات الجيش وقتله للمواطنين الفلسطينيين وعمليات الاغتيال التي تجري حتى في المناطق المصنفة مناطق ألف. بالتالي يعني ارتفاع هذه الوتيرة من الاعتداءات منذ بداية العام، أيضا هناك 8 مواطنين فلسطينيين استشهدوا برصاص هؤلاء المستوطنين أمام أعين كل الكاميرات. هذا التبادل الحقيقي للأدوار ما بين جيش هذا الاحتلال وتلك الميليشيات المسلحة للمستوطنين، يعني شاهدها كل العالم، وكل العالم يعي جيدا أن هذه الميليشيات المسلحة التي قامت بالهجوم على حوارة أو حتى على ترمصعية وإم صفا ودير دبوان وكل المناطق التي تهاجم، يكون جيش هذا الاحتلال شريك رئيسي. من قتل الشهيد عمر في ترمصعية هو جيش الاحتلال، هو والمستوطنين الذين كانوا يهاجمون هذه القرية في وضح النهار وأمام كل أعين الكاميرات والصحافة المتواجدة في تلك المنطقة في تلك الأثناء. فبالتالي ما المطلوب منا نحن كفلسطينيين؟ المطلوب منا فعلا وحدة حقيقية في الميدان. يعني نموذج مصفى أخي عايد، هذه القرية الصغيرة الوادعة يعني لا تتعدى 800 نسمة، لكن إصرار هؤلاء المواطنين في أم صفى بمشاركة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وكادر المقاومة الشعبية، استطعنا فعلا نحن وأهالي أم صفى بطرد هذا المستوطن الذي أقام البؤرة هناك على أراضي أم صفى للسيطرة على أكثر من 4,000 دنم ممتدة بين قرية أم صفى وقرية جيبيا. بالتالي رغم ذلك، نعم صحيح أن المستوطن هذا والميليشيا هذه تعود وعادت اليوم وقامت بقطع الأشجار والاعتداء على أشجار الزيتون ومهاجمة المواطنين، لكن يجب أن يقول الشعب الفلسطيني وأم صفى لا لهذه الانتهاكات، يجب أن نقف صفا واحدا ضد هذه الاعتداءات، لأنه لا نملك خيارا آخر. ما المطلوب منا؟ يعني السكوت في أي لحظة على أي بؤرة رعوية أو أي بؤرة أو أي مستوطن يعتدي على الشعب الفلسطيني، يتمادى هذا المستوطن الذي يعني أعطي الضوء الأخضر من هذه الحكومة بحماية مطلقة من جيش هذا الاحتلال بالاعتداء على المواطنين. فبالتالي لا ننتظر أن يصل إلى كورونا كما حدث في حوارة وترمصعية وإم صفا و دير دبوان وكل المناطق التي يتم الاعتداء عليها. يجب عدم الانتظار، يجب أن نكون إحنا نحن من نبادر ونصنع الحدث والهجوم على هذه البؤر بشكل شعبي. وهذا نموذج يعني صغير قرية أم صفا والكثير من البؤر التي تم طردها، سواء كان في جبل أبو لوكا في منطقة تول كرم بجانب مستوطنة تدعى مستوطنة عناب. هذا النموذج من المقاومة الشعبية ومشاركة واتساع رقعة المقاومة الشعبية واتساع يعني فعلا عدد المشاركين بهذه المقاومة، نستطيع فعلا أن نجني فعلا ثمارا حقيا في الدفاع عن هذه الأرض وفي ردع هؤلاء المستوطنين وإبعادهم على الأقل عن الهجمات التي يقومون بها على هذه الكرة. أخي مؤيد، سنركز أكثر الآن على نموذج أم صفا ونعود بعد قليل معك للحديث عن ما هو المطلوب من الكل الوطني الفلسطيني للتصدي لهذه الجرائم ولهذه المشاريع الاستيطانية ولهذا التصاعد في وتيرة
هذه الاعتداءات وهذه الجرائم. أذهب إلى مصفى من هناك وسيد صبيح. وسيد لو تجمل لنا الاعتداءات والجرائم التي تقوم بها قطعان المستوطنين بحق أهلنا في مصفى، وردود الفعل أيضا على إقرار الحكومة للتعويضات، وإلى أي حد ذلك يساعد في تعزيز صمود وبقاء المواطنين وتصديهم للمستوطنين ولجيش الاحتلال. نعم عايد، بالفعل يعني الحالة في أم صفا هو نموذج الصمود والتحدي في وجه هذه الآلة الاستيطانية والحكومة الإسرائيلية التي تغذي بكافة الوسائل والإمكانيات هذا الوحش الاستيطاني وهذا الهجوم الاستيطاني الذي يسعى لمصادرة نحو 4000 دنم من أراضي أم صفا في حال تمكن المستوطنون وعادوا من جديد لوضع هذه البؤرة الاستيطانية التي تم إخلاؤها يوم الجمعة الماضية في ظل فعاليات متواصلة من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان واللجان الشعبية هنا في بلدة أم صفا وفي محافظة رام الله وإقليم حركة فتح وأهالي البلدة الذين عملوا على مدار 3 أسابيع وأكثر كوحدة واحدة من أجل مواجهة هذه البؤرة الاستيطانية الرعوية التي تم إقامتها من قبل مجموعة من المستوطنين. اليوم أهالي أم صفا يعني يرحبون بكافة الجهود التي تقدمها الحكومة الفلسطينية من أجل تقديم مجموعة من المشاريع والدعم لأهالي البلدة كنوع وكشكل من أشكال تعزيز صمود المواطنين هنا في بلدة أم صفا التي يتهددها اعتداءات المستوطنين بشكل شبه يومي، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يمهد الطريق لهذه المجموعات الاستيطانية. بلدة أم صفا منذ نحو 4 أسابيع وحتى هذه اللحظة بشكل شبه يومي تتعرض لاعتداءات من قبل جيش الاحتلال ومن قبل مجموعات المستوطنين. شهدنا قبل نحو أسبوعين كانت هنالك مسيرة لأهالي البلدة ارتقى خلالها الشاب عبد الجواد صالح وهو من بلدة عرورة خلال مشاركته في المسيرة الرافضة لهذه البؤرة الاستيطانية. أيضا الجمعة الماضية كانت هنالك مسيرة دعت إليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وأهالي البلدة، أيضا جيش الاحتلال قام بقمعها والاعتداء عليها، وكانت هنالك العديد من الإصابات بالاختناق بالغاز الذي أطلق هو الاحتلال، وإصابة كانت بإحدى القنابل الصوتية التي ألقاها الاحتلال باتجاه المشاركين في هذه المسيرة. أيضا قبل نحو 3 أسابيع كانت هنالك محاولة من قبل مجموعات المستوطنين لاقتحام البلدة وحرق مجموعة من المنازل ومن المركبات. هذه هي إحدى الأساليب التي تتبعها مجموعات المستوطنين من أجل إجبار الأهالي على إخلاء منازلهم، تهديدهم، خلق حالة من الرعب والذعر في أوساط المواطنين هنا من أجل عدم المشاركة في المسيرات الرافضة لهذه محاولات التوسع الاستيطاني، بالإضافة إلى منعهم من الوصول إلى أراضيهم. للحديث أكثر حول الواقع هنا في بلدة أم صفا نستضيف معنا السيد مصطفى طناطرة وهو إحدى نشطاء حركة فتح والمقاومة الشعبية في بلدة أم صفا. أهلا وسهلا بك عبر شاشة تلفزيون فلسطين. اليوم تمكنتم قبل أيام من إزالة هذه البؤرة الاستيطانية، ولكن في ذات الوقت ما زال بعض المستوطنين يعودون إلى الأراضي كنوع من الاستفزاز للأهالي وفي محاولة لإعادة البؤرة الاستيطانية من جديد. في البداية مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين، ونترحم على كافة شهداء شعبنا الأبرار وعلى روح الشهيد عبد الجواد صالح الذي ارتقى على أراضي هذه القرية مدافعا عن أرضها في وجه غلاة المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. كيف تتابعون ما يجري على الأرض، وخصوصا بأنه بعد إزالة البؤرة الاستيطانية والخيام التي وضعها الاحتلال بأنه هنالك محاولة من قبل مجموعات المستوطنين بأن يعودوا من جديد؟ بعد إزالة الخيام وتمكننا بعد صمود من قبل أهالي القرية وبالتنسيق الكامل مع هيئة مقاومة الجدار والأخوة في إقليم حركة فتح في محافظة رام الله والبيري، المستوطنين ما زالوا يترددون على المكان الذي كانت به هذه الخيام بشكل استفزازي، بشكل يشكل تحدي
على ما يبدو كل شخص يحاول النزول من أهالي القرية إلى الأراضي يتم إطلاق النار عليه، وتم إطلاق النار على عدد من الشبان عندما حاولوا النزول إلى أراضيهم. كذلك يتم جلب مجموعات من المستوطنين في حالة شعر هذا المجموعة المستوطنين الذين يكونون برفقة أبقارهم، يقومون باستدعاء مجموعات من المستوطنين في محاولة للاعتداء على كل من يحاول النزول إلى أراضي القرية. وهي بالمناسبة كل أراضي القرية تقع في المنطقة التي تم إنشاء فيها هذه محاولة إنشاء البؤرة فيها، وهي حوالي 4000 دنم. نعم، اليوم ماذا بخصوص ماذا لديكم من أجل الحفاظ على هذه المسيرات الأسبوعية ومنع محاولات المستوطنين من أجل السيطرة على هذه الأراضي؟ ليس لدينا إلا الصمود والتحدي. الصمود لأنه لن نسمح لهؤلاء المستوطنين أن يأخذوا شبرا واحدا من أرضنا. وكيف إذا كانت الأراضي المستهدفة هي كل أراضي القرية؟ نحن القرية تقع بيوتها على مساحة كيلومتر مربع، حوالي كيلومتر مربع أو أكثر أو أقل، وكافة أراضي وهي مصنفة باء، وكافة أراضي القرية تقع أسفل الشارع الالتفافي وهي مصنفة جيم، وهي حوالي 4000 دنم. المخطط الإسرائيلي على ما يبدو أو الصهيوني هو إقامة بؤرة استيطانية لكي يتم ربط مستوطنتي عطيرة وحلميش في بعضهم البعض، علما أن قرية مصفاة تقع بين فكي كماشي ما بين مستوطنة حلميش من الغرب وما بين مستوطنة عطيرة من الشرق. وباستلاه على هذه الأراضي هم أصبحنا لا نملك سوى البيت الذي نسكن فيه، وبالتالي ليس أمامنا سوى الصمود والتحدي، وسنستمر في فعالياتنا إلى آخر نفس، لأنه القضية مسألة موت أو حياة. دعنا نسأل حول لجان الحراسة التي قمتم بالعمل عليها وتشكيلها خلال الأسابيع الماضية، وخصوصا بأنه كانت محاولات من قبل المستوطنين لاقتحام القرية وحرق مجموعة من المنازل والمركبات. القرية وشبابها في حالة استنفار دائم منذ أن تم الاعتداء على القرية قبل حوالي أسبوعين من قبل قطعان المستوطنين. هناك حالة صحوة من الجميع، هناك تطوع من الجميع، وهناك صهر دائم في القرية من قبل جميع شبان القرية، واستعداد دائم لأي محاولة اعتداء من قبل المستوطنين. طبعا المستوطنين الذين اعتدوا على القرية كانوا برفقة الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال، وفي فعالياتنا كل يوم جمعة بكون الاحتلال يعني يقمع هذه المسيرات فور خروجها، وقطعان المستوطنين الذين يترددون على الأرض يكونوا بحماية جنود الاحتلال، وحاولوا في الجمعة الماضية الاعتداء علينا والهجوم على المتظاهرين قطعان المستوطنين بحماية قوات الاحتلال وقوات الاحتلال المتواجدين. نعم، الرسالة أخيرا التي توجهونها لأبناء شعبنا في ظل هذه الظروف والتحديات الصعبة التي تلاحق بلدة مصفى وأهالي بلدة مصفى. الرسالة الصمود، التحدي. نحن أمام حكومة إسرائيلية متغطرسة، حكومة إرهابية هي التي تدعم إرهاب المستوطنين، وإرهاب المستوطنين الذي نشاهده على الأرض في قرية مصفاة وفي ترمسعية وفي عريف وفي الخليل وفي أي مكان في داخل أراضي الدولة الفلسطينية هو مدعوم من قبل هذه الحكومة، وتعكس العقلية التي تتحكم في النظام السياسي في داخل إسرائيل. فليس أمامنا سوى الصمود والتحدي، ونحن يعني كلمة حق تقال، نعمل على تعزيز صمود المواطن في القرية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة. هناك اهتمام كان من أعلى الهرم السياسي في دولة فلسطين من قبل السيد الرئيس. السيد الرئيس تواصل معنا مباشرة وتحدث مع رئيس المجلس الكروي باتصال تلفوني اطمأن على الناس، وتم توجيه الحكومة لتقديم المساعدات العاجلة للقرية. تم زيارة القرية من قبل كافة وزراء الحكومة، وكل في موقعه قدم للقرية مشاريع كثيرة لدعم صمود المواطنين في القرية، وتم إصلاح ما تم الاعتداء عليه، ما تم تخريبه من قبل قطعان المستوطنين، من قبل الحكومة ومن قبل الأخوة في اللجنة المركزية لحركة فتح، وكان على رأسهم الأخ أبو جهاد العلول.
شكرا جزيلا لك السيد مصطفى تناطرة، إحدى أعضاء حركة فتح في بلدة أم صفا. نعم عايد، يعني كما تابعنا هذه الرسالة والصورة هنا في بلدة أم صفا، وإذ ما تحدثنا عن هذه القرية تبلغ مساحتها نحو 5000 دنم، هنالك يعني 14% من هذه المساحة تصنف كمناطق باء، و 86% من هذه الأراضي المتبقية هي تصنف جيم، أي بمعنى خاضعة للسيطرة الاحتلالية الكاملة، ويسعى الاحتلال من خلال هذه المحاولات لإنشاء بؤرة استيطانية إلى مصادرة كافة الأراضي المتبقية من أراضي قرية أم صفا. بالإضافة إلى ذلك، إلى جانب هذه الاعتداءات اليومية، يتعمد الاحتلال بأن يقوم بوضع حواجز على مداخل القرية. هنالك مدخلين يقعان على الشارع الرئيسي، إحداهما بالقرب من مدخل مستوطنة عطيرة المقامة على أراضي قرية أم صفا، والمدخل الآخر في الجهة المقابلة حيث هنالك تقع مستوطن ومستوطنة حلميش الجاثمة على أراضي المواطنين. هذه هي جميعها السياسات، وإذا ما عجز الاحتلال عن إيقاف المركبات وعن منع خروجها ودخولها، يقوم باستدعاء ما تسمى بالشرطة الإسرائيلية من أجل تحرير المخالفات للمواطنين خلال عبورهم على هذه الطرقات. بالإضافة إلى ذلك، منع رعاة الأغنام من الوصول إلى أراضيهم، والتي تشكل ملاذا لهم ومساحة وفرصة من أجل رعاية أغنامهم ومواشيهم. بالإضافة إلى ذلك عايد، نحن نتحدث عن يعني محاولات يومية من قبل المستوطنين إلى إحراق الأراضي، الاعتداء على المواطنين، الاعتداء على الأطفال، حالة من الرعب والذعر يعني تعيشها قرية أم صفا منذ سنوات طويلة بفعل هذه الاعتداءات المتواصلة من قبل جيش الاحتلال. ما تحدثنا عن البؤر الاستيطانية، هذه ليست البؤرة الاستيطانية الأولى التي يسعى الاحتلال على إقامتها هنا في محافظة رام الله وفي قرية أم صفا، بل هنالك بؤرة استيطانية أخرى يسعى الاحتلال لإقامتها بالقرب من بلدة كوبر وعلى أراضي قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، بالإضافة إلى بؤرة استيطانية رعوية تم إقامتها في على أراضي بلدة دير دبوان شرق المدينة، وغيرها من المحاولات الرامية إلى مصادرة المزيد من الأراضي لصالح هذا التوسع الاستيطاني. شكرا لك سيد الصبيح، والشكر لضيفك الأخ مصطفى تناطرة. أعود مرة أخرى إلى طول كرم مع أخي مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أخي مؤيد، في ضوء هذا التصاعد في الهجمة الاحتلالية وقطعان المستوطنين والاعتداءات وسرقة الأرض الفلسطينية، السؤال المطروح، وأنتم وكادر الهيئة في كل يوم نراكم في الميادين إلى جانب أبناء شعبنا تدافعون وتقومون بالتصدي لقطعان المستوطنين، ما هي الآلية النضالية المناسبة التي تردع قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال برأيكم؟ يعني أنا برأيي في ظل هذا التصعيد الخطير، هذا التصعيد المنظم بالاعتداء على كورونا وعلى الطرق ما بين المحافظات وقطعها من قبل هؤلاء العصابات، يجب أن تكون هناك خطة وطنية شاملة لكيفية توسيع رقعة المقاومة الشعبية، كيفية ازدياد عدد المشاركين في المقاومة الشعبية حتى تستطيع فعلا أن تقف بوجه هؤلاء المستوطنين. المطلوب من الكل الفلسطيني، المطلوب من كل تفاصيل شعبنا، من اتحادات، نقابات، مجالس الطلبي، المجالس البلدية، المجالس القروية، يعني الكل الفلسطيني بكل تفاصيله فعلا أن يشارك بشكل حقيقي في المقاومة الشعبية، لأن هؤلاء المستوطنين لا يقفون عند حد المنطقة المصنفة مناطق جيم ولا يعتدون على منازلهم، قطعوا كل تلك الأشواط ووصلوا إلى منازلنا وأحرقوا مركباتنا وأحرقوا بيوتنا وقتلوا أبناء شعبنا. فبالتالي المطلوب فعلا وقفة رجل واحد على الأقل، إذا لم نستطع تحقيق الوحدة الميدانية الوحدة الوطنية عفوا في على المستوى القيادي، نستطيع أن نطبقها على الأرض. يعني أنا أدعو من هنا أخي عايد كل أبناء شعبنا، بعيدا عن المناكفات السياسية، بعيدا عن الأجندات سواء كانت أجندات خارجية أو تطهرية
عنصرية حزبية مقيتة، أن يتفضلوا جميعا إلى الميدان. ليس فقط المطلوب أن نتشدق هنا وهناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر بيانات مشبوهة هنا وهناك، المطلوب أن تكون في الميدان، وبعد ذلك يحق لك أن تشارك. من يشاركني بالدم يشاركني بالقرار، وأنا أقول لكل أبناء شعبنا يجب أن تشتركوا فعلا. والشعب الفلسطيني شعب عظيم، يعني لن يقف عاجزا أمام هذه الحرب المفتوحة التي تخوضها حكومة يمينية متطرفة حاقدة تربت معظم وزرائها ومعظم قادتها في المدارس الدينية في مستوطنات الضفة الغربية، تعلموا على القتل والطرد للفلسطينيين، تعلموا على الإجرام، كيفية التنكيل بأبناء شعبنا. فالمطلوب منا يعني أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول هو توجيه كل فصائل العمل الوطني نحو المقاومة الشعبية الحقيقية، الدفع ورفض هذه المقاومة بكل كادرنا بكل مؤسساتنا التنظيمية في كل الفصائل، أن تكون موجودة في الميدان لحماية أبناء شعبنا. هناك تقصير من قبل بعض الفصائل في التعاطي والتفاعل مع فعاليات المقاومة الشعبية أخي مؤيد؟ نعم أخي عايد، التقصير واضح يعني، وأنا لا أريد أن أذكر فصيلا بعينه، لكن نحن في الميدان نعرف جيدا من الذي يشارك ومن الذي لا يشارك. حتى أنا أتفاجأ دائما وأقولها بكل عنفوان أن أفراد الأجهزة الأمنية المتهمين دائما أنهم ضد المقاومة هم الذين يعني بالغالب نجدهم في الميدان، سواء كان في مسافر يطا أو في الأغوار أو حتى في القرى التي تتعرض لهذه الهجمات. فبالتالي هذه الشهادة يعني أشهد الله عليها أن الذي يتواجد في الميدان هم جزء أصيل من أفراد الأجهزة الأمنية. وبالتالي المطلوب من بعض الفصائل التي تناكف هنا وهناك أن تأتي إلى الميدان وتقول كلمتها في الميدان حتى تكون شريك حقيقي في الدفاع عن أبناء شعبنا. وأيضا لكل المتشدقين مرة أخرى، ولا يمكن أن تدافع عن قرية هنا وهناك وأن تنائم في بيتك وفي غرفة نومك وتتعامل على وتكتب على وسائل التواصل الاجتماعي. المطلوب أن تكون أنت في الميدان لتنتقد من يكون في الميدان، لتنتقد الشعب الفلسطيني، لتنتقد القيادة الفلسطينية. المطلوب أن تكون أنت في الميدان وأول الناس في الميدان حتى تستطيع فعلا أن تنتقد كما تشاء. لكن لا يحق لأي كان غير موجود في الميدان ولا يتعرض لأي أذى في الدفاع عن أبناء شعبه، في الدفاع عن أطفالنا، في الدفاع عن نسائنا، في الدفاع عن تجمعاتنا، أن يتشدق هنا وهناك. إذن المطلوب خطة وطنية شاملة، المطلوب أيضا يعني إيجاد أفكار خلاقة جديدة إبداعية في الدفاع عن أبناء شعبنا في ظل هذه الهجمة التي فعلا يتبادل فيها جيش هذا الاحتلال مع الميليشيا المسلحة للمستوطنين في السيطرة على أبناء شعبنا وفي المزيد من السيطرة على الأراضي. لدينا مشروع جديد أخي عايد وعمر، وأنا يعني أريد أن أتطرق له، وهو موضوع الاستيطان السياحي. الاستيطان السياحي هذا المشروع الذي يعني في جلسة غدا على ما أعتقد جلسة حكومة هذا الاحتلال سيتم إقراره، ورصد أكثر من 120 مليون شيكل للسيطرة على أكثر من 3000 موقع سياحي فلسطيني في الضفة الغربية. أكثر من 2100 من هذه المواقع هي موجودة في مناطق ما تسمى مناطق جيم بالنسبة لهذا الاحتلال. فنحن أمام يعني حرب حقيقية قادمة، وذلك يعني بحجة أن هذه المناطق السياحية هي مهملة وتتعرض للتدمير من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ومن قبل المواطنين. فبالتالي يجب علينا حماية هذه، وأنا أتحدث هنا يعني بلسان هذه الحكومة الإرهابية، أنه يجب عليها حماية هذه المواقع الإرهابية. فنحن أمام معركة حقيقية قادمة بعيدا عن السيطرة المطلقة على الأراضي. هناك استيطان سياحي سيمارس في المرحلة المقبلة، كما يحدث أيضا في سباستيا التي رصد لها أكثر من 32 مليون شيكل. مخاطر هذه الخطط الإسرائيلية للسيطرة على المواقع الأثرية في سباستيا أخي مؤيد شعبان، يعني هذا ربما نقلة لافتة تستحق التوقف. يريدون السيطرة على المواقع الأثرية في سباستيا، مخاطر ذلك وهذه الخطوة التصعيدية، ما الذي كيف يمكن مواجهتها فلسطينيا على الصعيد الشعبي؟ هذا مهم جدا، ولكن على كافة الصعد أيضا.
نعم صحيح، يعني أنا بعتقد أن مجلس الوزراء اليوم رئيس الوزراء قد أشار في كلمته إلى هذا الموضوع والتعاون مع اليونسكو. يعني يعني عملنا جميعا أخي عايد هو عمل تراكمي، يعني على الدبلوماسيين يقوموا بمهمتهم، وزارة الخارجية تقوم بمهمة أخرى، الحملة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني أيضا تقوم بمهامها، وعلى الناس الميدانيين أيضا وعلى كادر التنظيمات الأول والذين يعتبرون أنفسهم قادة. أنا لا أفهم ما معنى قائد ولا يستطيع أن يجمع 10 إلى 15 عضو بجانبه حتى يأتوا إلى المقاومة الشعبية، إذن هو فقط قيادته للشعب الفلسطيني. فبالتالي المطلوب يعني بعيدا يعني بالدرجة الأولى هي المقاومة الشعبية والوجود في الميدان. هناك عمل دبلوماسي رائع تقوم به وزارة الخارجية وكل الدبلوماسيين بقيادة السيد الرئيس في كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى يعني رفع فعلا شعار توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات، لهذا الاعتداء، لهذا الحرق اليومي. يعني أنت تتحدث عن أكثر من 8000 شجرة زيتون قد قطعت في النصف الأول من هذا العام. أنت تتحدث في بداية هذا الشهر فقط، شهر تموز، هناك 52 مركبة قد أحرقت. فهي فعلا حرب حقيقية تجي على الأرض. المطلوب العمل الدبلوماسي يجب أن يتكامل مع العمل الشعبي على الأرض، والعمل الشعبي على الأرض أنا برأيي أن الشعب الفلسطيني شعب عظيم، لكن بحاجة فعلا إلى تكريس كل الجهد الممكن في كيفية يعني مشاركة الجماهير أو مشاركة الأكبر من جماهير أبناء شعبنا في هذه المقاومة حتى تؤدي رسالتها بشكل صحيح. يجب أن تكون في كل بقعة من بقاع الضفة الغربية هي بؤرة للمقاومة الشعبية حتى نستطيع. وأنا أتحدث يعني وكل تفاؤل أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقف عاجزا، الشعب الفلسطيني سيجترح المعجزات للتخلص من هذا الاحتلال. يعني أنا أتحدث قبل 10 سنوات أخي أو قبل 5 إلى 6 سنوات كان هناك 10 نقاط للمقاومة الشعبية. أنت الآن تتحدث منتشرة أكثر من 60 بؤرة للمقاومة الشعبية من شمال الضفة الغربية حتى جنوبها، سواء كان من مشارف مدينة قلقيلية أو محافظة قلقيلية إلى عزون إلى كفر قدوم إلى بيتا إلى بيت دجن إلى بورقة إلى سباستيا إلى الناقورة إلى سلة الظهر إلى بزاريا إلى 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 شرق رام الله كله، المغير، ترمصعية، دير دبوان، كفر مالك، كادر هيئة صفا، وكل تلك المناطق. والاستيطان لافت على الأرض الفلسطينية ونحن في الإعلام الرسمي الفلسطيني نتابعه لحظة بلحظة، وحقيقة الكل الوطني الفلسطيني فخور بكل هذه الفعاليات التي تقومون بها، وهذا التصدي بأجسادكم إلى جانب المواطنين في كافة المناطق التي ذكرتها. ولكن لعل الأهمية بمكان تكمن في التفاف الكل الوطني الفلسطيني والفصائل لتفعيل المقاومة الشعبية بشكل أكثر ليوجع هذا الاحتلال وليجعله مكلفا على الأرض. ولكن في نهاية هذه الحلقة وفي عجالة لو تكرمت أريد أن أسأل عن أهمية لجوء المواطنين إلى منصة المحكمة الجنائية الدولية. أصبح الآن متاح لكل مواطن فلسطيني أن يقوم برفع دعوة على الاحتلال الإسرائيلي وعلى قطعان المستوطنين من خلال منصة على لمحكمة الجنايات الدولية. أهمية تفاعل المواطنين برأيكم مع هذا الموضوع؟ يعني فعلا هذا جانب مهم ومهم جدا في الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية لمعاقبة هؤلاء القتلة، قتلة الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء شعبنا في ظل هذه الاعتداءات المتكررة. نحن في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لدينا مركز التوثيق، ونتحدى أي مؤسسة ونتحدى كل هذا العالم بدقة المعلومات التي نصدرها على عن يعني حقيقة ما نأخذه من الأرض ومن
من شهادات المواطنين الفلسطينيين. نحن أيضا بتعليمات من السيد الرئيس شركاء في تطبيق قرارات الأمم المتحدة. نحن نتعاون مع وزارة الخارجية في هذا الموضوع ومع النائب العام أيضا بتوثيق كل هذه الاعتداءات وجلب المواطنين فعلا بشهادات حقيقية لرفع هذه القضايا حتى يفهم هذا المحتل أنه لن يكون بعيدا عن النيل منه في محاكمة يعني من محكمة الجنايات الدولية. لكن أخي عايد أريد أن أؤكد مرة أخرى أهمية التوثيق. ليس المطلوب فقط من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نحن نمارس المقاومة الشعبية على الأرض، يستطيع أي مواطن أن يمارسها أيضا عبر توثيقه عبر البليفون الذي يستخدمه، توثيق كل اعتداءات المستوطنين، أن يبدأ بالتصوير فعلا في أي حدث حتى ولو هو يمر من رام الله إلى نابلس أو من نابلس إلى تول كرم، أن يوثق هذه الأحداث ويبعثها وينشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ونستطيع أن نصل لنأخذها. ونحن لدينا أيضا يعني وهذا ليس بسر، لدينا كل معظم أسماء هذه البؤر الرعوية هذا التنظيم الإرهابي، لدينا أسماءهم وأسماء زوجاتهم وأرقام هوياتهم، وسيقدموا أيضا إلى المحاكمة أيضا. ولا يعلم هذا المحتل أن يعني نعم ما يجري على الأرض بفعل المقاومة الشعبية هو تكامل حقيقي مع ما تجريه الدبلوماسية الفلسطينية بقيادة السيد الرئيس للوصول إلى دحر هذا الاحتلال ومحاكمة هؤلاء القتلة. شكرا جزيلا لك أخي مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا من طول كرم، شكرا على هذه المشاركة وشكر موصول إلى حضراتكم مشاهدينا ومستمعين. هذه تحية طاقم العمل، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.